مشاهدينا، ما زلنا نتحدث في هذه التغطية عن مطالبة ومناشدة الأحزاب السياسية والنقابات المهنية المختلفة للرئيس عبد الفتاح السيسي للترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة. في هذا السياق ناشدت نقابة الفنانين التشكيليين والجمعية العمومية لأكثر من 20,000 فنان تشكيلية الرئيس السيسي بالترشح لفترة رئاسية جديدة لاستكمال الثورة التشريعية والإجرائية وتعجيل الإصلاحات النقدية والمالية. أكدت النقابة في بيان لها دعمها لترشح الرئيس السيسي لحصاد نتاج النهضة التي شهدتها مصر في البنية التحتية وتوفير فرص عمل كريمة لأبناء مصر. المزيد ينضم إلينا دكتورة صفية القباني نقيب الفنانين التشكيليين. دكتورة صفية، صباح الخير على حضرتك. صباح النور يا فندم. يعني أبدأ من هذه المناشدة من النقابة لترشح الرئيس السيسي، مرتكزين على أي محور يا دكتورة صفية لدعم ترشح الرئيس لفترة رئاسية جديدة؟ والله يعني فخامة الرئيس احنا بديناها مع بعض نكملها مع بعض. يعني احنا بادئين من 2011 باللي حصل لنا، ثم 2013، وبعدين كملنا بقى بكل الفترات صعود وهبوط وكله، فيكمل معانا فخامة الرئيس فترة قادمة إن شاء الله لتحسين الأوضاع الاقتصادية اللي بتمر بها البلاد والعالم كله، واستكمال المشاريع اللي بدأناها. وكان من الحاجات اللي عملها برضو فخامة الرئيس أول ما تولى إن هو عمل توجيهات مبادرة للفنانين التشكيليين إنهم يزودوا المعاش، وكان حاجة محترمة عملناها مع وزارة التضامن، ووصلت لغاية مجلس النواب إن شاء الله تقر ويبقى فيه معاش آدابي محترم للفنانين التشكيليين على يد فخامة الرئيس. وكان في طبعا مشروع حياة كريمة، ده بما اننا نقابة واحنا نقابات بتهتم بالجمعية العمومية او خدمة المجتمع، فده من المشاريع العظيمة اللي قام بيها فخامة الرئيس، وتكاتفت جهود الوزارات المعنية وغير المعنية والمجتمع المدني في تحالف مجتمع مدني غير عادي لمساعدة المصريين. والموضوع ده وصل لحوالي 25 مليون مواطن، فده يعتبر برضو حاجة عظيمة، وارتفاع المعاشات والمعاشات الاستثنائية لفوق 65، وبرضو ده خدنا منه جانب من وزارة التضامن للفنانين التشكيليين. فكان في حاجات كثيرة حقيقي في على بالنسبة لمحور رعاية الزملاء ورعاية الفنانين ورعاية كبار السن والفئات المحتاجة بالنسبة لمشروع حياة كريمة. دكتورة صفية، يعني كنقيبة لنقابة الفنانين التشكيليين والجمعية العمومية ولأكثر أيضا من 20,000 فنان تشكيلي، أحب جدا أسمع من حضرتك الدور المتوقع من النقابة لديكم في حث المواطنين على المشاركة والتوعية أيضا من جانبكم للمواطنين، وحثهم أيضا على المشاركة في الاستحقاق الانتخابي القادم والانتخابات الرئاسية. طبعا ده ما فيهاش كلام، يعني دي دور وطني إن لازم النقابة كلها وكل الفنانين والجمعية العمومية وغير الجمعية العمومية لازم يدلوا بصوتهم في الانتخابات الرئاسية القادمة، لأن ده استحقاق ديمقراطي ودستوري لكل مصري وكل فنان، ما ينفعش ما يروحوش، كلنا موجودين ومتواجدين، وإن شاء الله ربنا يوفقنا ويوفق الجميع ويوفق سيادة الرئيس على استكمال مسيرته. بالتأكيد، هل هناك طموح منتظر خلال الفترة القادمة من قبل نقابة الفنانين التشكيليين، طلبات؟ والله احنا كلنا امل في معاش افضل للفنان التشكيلي، وده كانت مبادرة رئاسية
مع وزارة التضامن وانتهت إلى مجلس النواب. نأمل من الله إنها تأخذ موافقة قريبا ويبقى في معاش كما أمر فخامة الرئيس إن معاش التشكيل يصل ل 900 جنيه. فيعني ده أملنا، إلى جانب أملنا في حاجات كثيرة جدا للفنانين التشكيليين، هم القوى الناعمة في مصر وهم صناع الحضارة، يكونوا مشاركين في وطنهم بالتجميل في كل حاجة. في منهم طبعا كتير اشتغلوا في العاصمة الإدارية، وفي كتير اشتغلوا في المشاريع الجديدة والمدن الجديدة، لكن نأمل بإتاحة فرص عمل لهم أكثر ومعاش أفضل وحياة كريمة أفضل في ظل قيادة سيادة الرئيس. دكتورة صفية القباني نقيب الفنانين التشكيليين، بشكرك جزيل الشكر على وجود حضرتك معنا في هذه التغطية.